أنت عندك خبر بيتكلم عن مجموعة وثائق غنية تكشف موافقة السادات على صفقة القرن قبل 40 سنة. هما هنا بيقولوا إن الموضوع بتاع صفقة القرن أو التسوية كان موجود من أيام كامب ديفيد والسادات نفسه وافق عليها. هما بيحبوا يصيغوا الحاجات اللي حصلت دلوقتي إن هي كان متفق عليها من زمان. وقالوا بقى مسمخ ريخون متسرايم، يعني من الوثائق المصرية أن السادات تمخ، يعني أكد بفيتارون زوري اللي بعياه بلاستينيت أكد على حل إقليمي للقضية الفلسطينية. تمام، يعني هم عايزين يقولوا ان تفاصيل صفقة القرن دي، وهو وثائق انت بتقول في الخبر، هو قالوا ان في وثائق تثبت ان صفقة القرن دي موجودة من 40 سنة. من 40 سنة، هو حتى غدا اتأخرها، يعني ان كامب ديفيد كان فيها وثائق سرية. طبعا كان بعض المداولات غير موجودة. الصورة الثانية اللي في نفس الخبر ده قالين فيه ان هو تصور وجود اللي هو ديت، قالوا ان الحاجات دي فيها كيش لقيام بحيروت حفشوت، يعني هو قال فيها الرؤية بتاعت السادات وفقا للزعم الإسرائيلي. طبعا احنا ما شفناش السادات قال كده، لا بيقول ان هتكون في انتخابات تطلع لنا فلسطينيين، هؤلاء فلسطينيين يكون لهم سلطة والسلطة تكون منزوعة السلاح تبعي. بس على فكرة صحيح، يعني في اتفاقية كامب ديفيد كان السادات بيتكلم على الحاجة عن الاستيطان، عن يعني دولة ما فيهاش جيش ما فيهاش شرطة، لكن هي دولة كده يعني. هو قال هنا يعني نتسجي هنهجار ليه اسم كده بس كوميت، يعني يكون هناك حكم ذاتي. حكم ذاتي صح كده، يكون في قادة من الحكام اللي تم انتخابه محليا ويقوموا بهذه الدولة تحت طبعا. بس ده ملوش دعوة بصفقة القرن، يعني ده يعني اللي ورد في اتفاقية كامب ديفيد طبقا للوزيع والنشر يعني ان دي سلطة حكم ذاتي، يعني يبقى انتخابات زي ما حضرتك بتقول بالفلسطينيين يطلعوا سلطة، لكن هذه السلطة بلا جيش ولا شرطة. بالفعل، هو حتى نتنياهو ما بيتكلم مع ترامب ان ترامب بيقول له عايزين حل الدولتين، قال له ممكن نعمل دولة، يعني مش شرط تكون الدولة قائمة وليها مطار جغرافية ومطار وجيش، بتكون دولة منزوعة السيادة ودولة جيب، يعني دولة ضمن دولة اسرائيل. طيب وعندك